يعكس القانون التونسي التزامن قوياً بالأخلاق الاجتماعية بهدف خلق مجتمع مبنين على الاحترام والكرامة والمسؤولية. هذه المبادئ مكرسة في دستورنا وتنعكس في مختلف القوانين التي تحكم الفضاءات الإلكترونية وغير الإلكترونية. بصفتنا منشئي محتوى، فإن فهم هذه الإرشادات الأخلاقية أمر بالغ الأهمية للتعامل مع العالم الرقمي بمسؤولية. ستتعمق هذه الحلقة في أهمية الأخلاق الاجتماعية في إطار القانون التونسي، مع التركيز على مسؤوليات منشئي المحتوى. يقدم العصر الرقمي العديد من الفرص والتحديات، ففي حين يوفر منصات للتعبير وتبادل المعلومات، فإنه يخلق أيضاً سبلاً لسوء الاستخدام والإيذاء. لذلك، فإن فهم الإطار القانوني الذي يحكم السلوك عبر الإنترنت أمر في غاية الأهمية، لا سيما لأولئك الذين ينشئون المحتوى ويشاركونه. يولي القانون التونسي أهمية كبيرة لحماية كرامة الأفراد والاحترام المتبادل، ويتجلى ذلك في القوانين التي تجرم التشهير وخطاب الكراهية والتحريض على العنف. وتكفل الفصل الرابع والعشرون من الدستور حرية التعبير، لكنه يؤكد على ضرورة ممارسة هذا الحق بمسؤولية دون المساس بحقوق الآخرين. يجب أن يكون مننشئ المحتوى على دراية بالتأثير المحتمل لكلماتهم وأفعالهم، فنشر المعلومات الكاذبة أو المشاركة في الهجمات الشخصية أو الترويج لوجهات نظر تمييزية يمكن أن تكون له عواقب وخيمة. إن احترام كرامة الآخرين ليس مجرد التزام أخلاقي بل قانوني أيضاً. تعد حماية خصوصية الأفراد حجراً زاوية آخر في القانون التونسي. تهدف قوانين مثل قانون حماية المعطيات الشخصية لسنة 2004 إلى حماية المعلومات الشخصية للمواطنين وتنظيم جمعها واستخدامها. يجب أن يكون منشئ المحتوى على دراية بهذه اللوائح، خاصة عند مشاركة معلومات حول الآخرين. الحصول على موافقة الأشخاص قبل مشاركة معلوماتهم الشخصية أمر ضروري. علاوة على ذلك، يشكل انتشار المعلومات المضللة تهديداً كبيراً للوئام الاجتماعي. الفقرة الرابعة، دراسات حالة، منشئ المحتوى والحدود القانونية. تسلط العديد من القضايا في تونس الضوء على أهمية إنشاء محتوى أخلاقي. على سبيل المثال، في عام 2016 تم تغريم مدون وصدر في حقه حكم بالسجن مع وقف التنفيذ لنشره معلومات كاذبة حرضت على الكراهية والعنف ضد شخصية عامة. تؤكد هذه القضية على العواقب القانونية للسلوك غير المسؤول عبر الإنترنت. وبالمثل، واجهت مجموعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إجراءات قانونية في عام 2021 لمشاركتهم صوراً ومقاطع فيديو خاصة دون موافقة أصحابها، مما يبرز أهمية احترام الخصوصية. تؤكد هذه الأمثلة على العواقب الواقعية لانتهاك الحدود الأخلاقية والقانونية في الفضاء الرقمي. الفقرة الخامسة، تأثير المحتوى الضار. لانتشار المحتوى الضار، بما في ذلك خطاب الكراهية والتسلط عبر الإنترنت والمعلومات الكاذبة، تأثير سلبي على الأفراد والمجتمع ككل. يمكن أن يؤدي إلى ضائقة عاطفية وتشويه السمعة وحتى الأذى الجسدي. علاوة على ذلك، يؤدي هذا المحتوى إلى تآكل الثقة وتأجيج الانقسامات المجتمعية وتقويض القيم الديمقراطية. يتحمل منشئ المحتوى مسؤولية إدراك العواقب المحتملة لأفعالهم وإعطاء الأولوية للاعتبارات الأخلاقية في عملهم. الفقرة السادسة، الخاتمة، دعم المعايير الأخلاقية في إنشاء المحتوى. في الختام، إن الالتزام بالأخلاق الاجتماعية في إطار القانون التونسي ليس اختيارياً بل ضروري لجميع منشئي المحتوى. إن احترام كرامة الأفراد وحماية الخصوصية ومكافحة التضليل هي جوانب حاسمة لإنشاء محتوى مسؤول. من خلال فهم هذه المبادئ والتمسك بها، يمكن لمنشئي المحتوى المساهمة في خلق بيئة إلكترونية أكثر أماناً واحتراماً وإثراءً لجميع التونسيين.
تذكر أن حرية التعبير تأتي مصحوبة بمسؤوليات، وإنشاء محتوى أخلاقي هو أمر بالغ الأهمية لمجتمع رقمي سليم.